السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا لالا مجدة. أي بارك فيك. كنشكر بزاف سي قريبة على هذا البرنامج. الله يبارك فيك لالا. وبغيت نقول لك دعا لي مع والدين ديالي ودعا معايا ومع خوتي واحد الأخ ديالي. يا ربي يا كريم. وبغيت نقول لك عندي واحد السحر في وجهي. كيفاش بنت عندك السحر في وجهك؟ اش واقع لك فيه؟ محروق ليا كحل، مرات كيكون صافي ومرات كيكون كحل. بنتي ماجدة مشيتي عند الطبيب ديال الجلد باش يعرف الحقيقة ديال هذا المرض اللي عندك؟ كنمشي ولكن المهم انا كنطيح فسميتو ملي كندير الرقية وكنطق. بنتي باش كتشعري ملي كطيحي؟ نعم. باش كتشعري ملي كيقرا لك شي واحد الرقية؟ اش كيوقع لك في الجسم ديالك؟ كيقرا لي الرقية ما كنعقلش، المهم كتشدني الرعدة وكنتعذب بزاف. وباش كتنطقي يا بنتي؟ ما كنعقلش انا على داكشي كنقول. اللي سمعوا اللي كانوا حاضرين اش يقولوا لك؟ باش اش تكلمتي اش هضرتي؟ المهم كنطق بلي اني عندي السحر وعندي السحر في الصوره تاع وجهي وتاعي لا حول ولا قوه الا بالله. الله يفرج عليك يا بنتي ماجدة، الله يشافيك. ماشي غير انا، لا وخوتي والدار كلها. وشكون اللي غيسحر لكم يا بنتي ماجدة؟ واش عندكم شي اعداء ديال الناس اللي هما كيامنوا بالشعوذه والخرافه ومعادين معاكم؟ لا ما عندناش اعداء ولكن ما عرفش. لا اله الا الله. الله يشافيك يا بنتي ماجدة، الله يشافيك ويعافيك يا ربي انت والوالدين والعائله جمعاء. الله يشافيكم يا بنتي، لا حول ولا قوه الا بالله. حقيقه راه كاين السحر، هناك من ينكره حتى من علماء الشريعه، وهناك ما يسمى بالاتجاه العقلاني في علماء الدين، حتى علماء الدين اشكال والوان. هناك ما يسمى بالاتجاه العقلاني، هذا ينكر السنه وينكر الصراع والمس وينكر السحر ويقول انما هو صناعه كيميائيه. حتى قال الشيخ محمد عبده صاحب مدرسه المنار اللي بغى يفسر سيدنا موسى عليه السلام انه مع سحره فرعون، قال وسحروا اعين الناس. قال لك السحر ما كاين اصلا، راه هو غير خيالات. سحروا اعين الناس، اما الواقع ما في سحر. هذا كيتسمى اتجاه العقلاني، لكن الحقيقه ان السحر موجود، وكما ان الصرع موجود، ومن انكره ربما لم يعايشه. اللي عايش الناس المسحورين وعايش الناس المصروعين غادي امن بان هناك صرع وسحر، لكن لا ينبغي ان نتوسع في ذلك. كاين بعض الناس عنده اي مرض يقول راه عندي سحر، هو عنده غير ربما ضغوط نفسيه، ربما عنده امراض عضويه، ربما عنده مشاكل اجتماعيه، فيرمي كل شيء الى السحر. حقا بنتي مجدة هناك السحر ديال الوجه، كاين الله يحفظنا واياكم، السحر كيبدا يبان في الوجه ديال الانسان، مره كيكون صافي، واحد الوقت كيزرق، واحد الوقت كيتحرق، واحد الوقت كيتلون، خصوصا عند الزواج. كتكون الفتاة بغي خطبها واحد الإنسان، اللحظة اللي كيقترب منها وهي مسحورة الوجه ديالها كيبدا يتلون، ربما كيعود في صورة ثعلب أو صورة ذب أو تنين، كيشوف كيتخلع كيهرب فحالو. وكاين اللي كيوقع لها في الوجه ديالها ديطاش، كتظهر واحد الفترة ثم تزول، وكتمشي عند الطبيب كيقول لها عندك حساسية، ربما عندك كذا عندك كذا. وكاين السحر الله يحفظ لك يعوج الوجه، يعوج الوجه، وسببه كتسمى طرشه. كيكون ربما الا مشيتي عند الطبيب غيقول لك عندك صدمه برد، عندك صدمه برد، كنتي سخون، كنتي في الحمام، غادي وقع لك واحد الكلاكاج، العرق، وجهك فمك تبدل، غيقول لك عندك صدمه برد. وفي الاصل ديالو هي الطرشه من الجن، كيكون واحد من الارواح الخبيثه كيطرش الانسان في وجهه واحد اللحظه معينه، فمو كيتبدل كيعود فمو عن حنكو.
هذه كلها موجوده. وكاين سحر البوار اللي حفظنا واياكم، وكاين السحر ديال ابطال الرزق، انسان خدام والرزق ما عندوش محل تجاري حاله ما يبيع ما يشري. وكاين الله يحفظنا واياكم الرزق السحر البوار ديال الارض، ما تباع ما تشرى، وسحر البنات ما يتزوجوش. وكاين سحر الاوهام، وهذا خطير جدا، كيبدا الانسان كيتوهم بان هادو كلهم اعداء، اللي معه كلهم اعداء، كلهم يكيدون له كيدا، غير اوهام. هذا السحر الاوهام خطير جدا، وكيوقع غالبا بين الازواج. المراه كتوهم بان زوجها يخونها، او كتوهم بانه اراد بها كيدا، او اراد ان يقتلها، او الرجل يتوهم بان الزوجه ديالو بتسرق لي فلوسه، بغات تاخذ لي الممتلكات ديالو. اكيد توهم، مجرد توهم. وهذا ما كيكونش غير الامراض النفسيه، يكون اعمال سحريه وهي كفر والعياذ بالله. اللي كيتعطى ليها واللي كيتعلمها واللي كيخدمها راه من باب الكفر والعياذ بالله، لا ينبغي ان يقربها الانسان. ولكن اذا وقعت له لابد ان يلتمس لها العلاج، والعلاج لا يكون الا بذكر الله وتلاوه القران العظيم. لان غتسمع كلام كبير، خصك دير الودعه، وخصك دير كذا، ودير اللبان الاصفر والاحمر، ودير كذا، واحد مجموعه ديال الترانيم وديال الطقوس شعوذيه ما انزل الله بها من سلطان. بالعكس، هذه كتخدم ملوك الجن. ملي كتستعملها ملوك الجن عاد كيديروا يديهم فيك مزيان، وكيتحكموا فيك مزيان، وكيقول لك انا عطشان للدم، وعطشان للحنه، وعطشان للحضره، وعطشان، وكتعود انت في واحد المتاهات ما كتساليش. العلاج ديالها كيكون اول حاجه ان الانسان يوطن ايمانه بالله تعالى، ثم يجعل لسانه رطبا بذكر الله، ثم يحتمي بالقران. الحمايه بالقران العظيم. القران العظيم هو الشفاء والعلاج والبيان الكافي. ملي نشعر ابنتي بان انا عندي سحر، لما حافظش القران ولما قارش بعض الايات تاع فك السحر، ناخذ المصحف ونديرو في صدري، نعس وانا معنق المصحف الشريف، وسبحان الله العظيم، ربي سبحانه وتعالى كيجيب الشفاء الكامل. بنتي ماجدة، اسال الله الكريم، دعوات ايضا تهما مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج. السادة المستمعين، واحد دعوة للاخت ماجدة والعائلة ديالها كيعانوا من السحر، ولكل من يعانوا من هذه الخبائث. اللهم يا ربي يا كريم شافيهم جميعا، اللهم ابطل ما بهم من سحر. اللهم قلت وقولك الحق، وقال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اللهم يا رب يا كريم أبطل ما بهم من سحر، احفظهم من سحر الساحرين، ومن كيد الكائدين، ومن ظلم الظالمين، ومن حقد الحاقدين. اللهم احفظهم بالسبع المتان والقرآن العظيم، واجعل كلمة لا إله إلا الله عليهم حصنا حصينا. اللهم ارفع ما بهم من بلاء. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، ولا تخزنا ولا تفضحنا يوم تنشر الدواوين وتنصب الموازين بين عبادك يوم الدين. اللهم يا رب العالمين، سهل عند الممات قبض أرواحنا، واجعلها كأطيب ريح مسك على وجه الأرض. ربنا أفرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين. ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجمعنا بسيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا معه يوم الدين، مع الصحابة المكرمين من الأنصار والمهاجرين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجمعنا مع والدينا وأحبابنا وأقاربنا يا رب، كما جمعتنا على أثير هذه الإذاعة، اجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى بحضرة سيدنا النبي محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.